بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطلاب الفرقة الثالثة شعبة اللغة الإنجليزية في مادة اللي هي الماثماتكس أند إتس إنشورنس أند إتس ماثماتكس. طبعا خدنا قبل كده آخر المحاضرة اللي فاتت اللي هي أونلاين، خدنا طبعا إزاي اللايف تيبل، نعمل كونستراكت اللايف تيبل in the case if the time is 1 year. طبعا في قبل ما ندخل ازاي نعمل construct life table if the time is more than 1 year، فناخد برضو بعض مثال على life table for the time is 1 year. فطبعا ناخد example اللي هو question number 2، فبيقول لي will find the following probabilities by using calculated symbols only. يعني عاوز بيقول لي او عاوز الاحتمالات، احسب الاحتمالات التالية باستخدام الرموز calculated symbols، باستخدام الرموز الحسابية فقط، لأن في حاجة اسمها calculated symbols اللي أنا بستخدم فيها اللي هو البيزكس بتاع اللايف تيبل، اللي هو بستخدم فيها number of events عدد الأحياء اللي بنرمزها بالرمز ال subscript x. أما في حاجة اسمها non calculated symbols، رموز غير محسوبة، بمعنى اللي أنا التكست المطلوب إزاي أترجمه ل non calculated symbol. فمثلا على سبيل المثال، المثال ده number 4 من الكوتشن number 2 ده بعبارة عن 2 exercises. فنمبر 4 بيقول لي probability نوت، عاوز probability of a person who his age 60 years will live until 61 years. يعني عاوز احتمال شخص عمره 60 عام يعيش حتى العمر 61. فطبعا ده معناها اللي انا بحسب احتمال الحياة اللي هو probability of life for a person his age 60 for 1 year. فطبعا عشان نشوف اللي هو عشان اعمل multiple choice او اختار اللي هي correct answer اللي هي الاجابة الصحيحة، فطبعا الاختيارات اللي A والB والC والD هي عبارة عن رموز، لكن لابد أن نفرق بين الA والB والC ديت، بنسميها calculated symbols رموز حسابية. ليه؟ لأن أنا بستخدم فيها الـ L اللي هي number of livings عدد الأحياء، سواء بحسب probability life أو probability of a death احتمال الحياة أو احتمال الوفاة، لكن اللي هو النمبر دي مديني هنا البي سبسكريبت 60، ده اسمه اللي معناها اللي أنا ده اسمه non calculated symbol، رمز غير محسوب. لكن هو البي طبعا لما اجي اترجم التكست ده كله اللي هو من اول probability of a person who has age 60 years will live until 61 years، فطبعا لما اجي اترجم التكست ده ممكن اترجمه لسيمبل هو عبارة، طالما هنا probability بيسألنا على probability of life معناها يبقى برمز له بالرمز بي. اما زي ما احنا عرفنا قبل كده probability A of death اللي هو احتمال A الوفاة ورمزه برمز A Q، لكن هو الرمز ده
ده رمز، بيرمز للتكست ده فعلا، لكن الرمز ده لابد ان انا لازم ما اعرفش احسبه ايه دايركت مباشرة، لكن باي يوزنج اللي هي كالكوليتد سيمبلز باستخدام الرموز الحسابية. فطبعا عشان احسب اللي هو البي سب سكريبت 60 معناها ده ايكوال عبارة عن ال 61 اوفر ال 60. طبعا طبعا ده البي من هوت البي سبسكريبت 60 ديت بنقول عليها دي سمبل وكل حاجه، لكن دي بنقول عليها نون كالكوليتد سمبل، رمز غير يعني ايه غير اللي انا غير محسوب، يعني ما اقدرش ايه احسبه مباشره، لكن ايه الرايت سايد اللي هو موجود الفراكشن ده اهو اللي موجود في النيموريتور ال 61 اوفر ال 60 هي دي بنسميها الكالكوليتد سيمبلز اللي هي الرموز الحسابيه. ليه؟ لان ديت بقدر اطلعها من اللي هو ال ال سبسكريبت اكس اللي هي بترمز لنمبر اوف ليفنز عدد الاحياء. فطبعا يبقى اذا اشوف ادور على الكوركت انسر اللي هي تكون الـ عباره عن ال 61 اوفر ال 60. فطبعا النمبر هلاقي عباره عن ال 65 طبعا دي مش موجوده معاه خالص، نمبر بي هنلاقي ال 61 على ال 60 وبالظبط كده ديت تعتبر اللي هو دي الكوركت انسر، هو دي الاجابه السليمه اللي انا فعلا استخدمت اللي هي الكالكوليتد سيمبلز، يبقى هي فعلا نمبر بي. اما نمبر سي هو ده بيحسب اذا كان ده مش probability of life لكن هو ده probability of death احتمال الوفيات، لكن هو بيسألني على احتمال اللي هو probability of life اللي هي احتمال الحياة for a person aged 60 years old طبعا will live سوف يعيش حتى 61 years old يعني يعيش for one year، يعني عاوز احتمال ان شخص عمره 60 سنة يعيش لمدة سنة واحدة، يعني يعيش من 60 سنة ويتوفى قبل 61 عام. طبعا ديت يبقى انا عشان نعرف بس يبقى احنا كده فرقنا بين اللي هي الكالكوليتد سيمبلز اللي هي والنون كالكوليتد سيمبلز اللي هي النون كالكوليتد سيمبلز اللي انا بترجم اللي هو التكست اللي هو الريكويرمنت المطلوب، بترجم التكست لرمز فعلا بيشير الى التكست، لكن هذا الرمز لابد ده مش رمز حسابي، لابد ان انا لي ايكويشنز لي رول قاعده زي ديت اللي هو الرايت سايد ده بنسميه اللي هو الكالكوليتد سيمبلز اللي هي الرموز الحسابيه اللي بتعتمد على نمبر اللي هي عدد الاحياء اللي هي نمبر اوف ليفنز عدد الحياة. اما الليفت سايد ده هو اللي موجود اللي هي البي اللي هي بترمز لكلمة probability نهوت probability of life احتمال الحياة اللي طبعا لبيرسن aged 60 years old، فده يعتبر رمز ده ما اقدرش احسبه من life table لان life table هو موجود اللي هي بيعتمد بصفة أساسية أو البيزك اللي هي البيزك رولز بتاعتها بتعتمد على نمبر اوف ليفنز اللي هي ال
طبعا لما نمبر 5 طبعا دي نمبر 4 خلاص، دي تعتبر خلاص حليناها ويعتبر هي الكوريكت انسر اللي هي نمبر بي، اللي هي نمبر بي. خلاص نيجي في نمبر 5، بيقول لي هنا برضو find probability of a person this aged 50 years during the next year. يعني عاوز احتمال شخص، يتوفى واخد بالك عمره 50 عام during اثناء النكست يير، يعني السنة التالية للعمر 50. يبقى انا في الحالة دي برضو بحسب اللي هو probability نهوت for لما يكون التايم از ايه 1 year. فطبعا هنا بداية برضو عاوز استخدم، عاوز اختار الكوريكت انسر اللي هي which contains اللي هي calculated symbols. انا عاوز اختار الاجابة الصحيحة اللي بتحتوي على الرموز الحسابية وليست اللي هي non calculated symbol، ولكن مش الرمز اللي هو غير محسوب. فطبعا لما نيجي نستعرض ايه اللي هي اللي هو الانسرز نفسها اللي موجودة عشان اختار منها الكوريكت انسر، فلاقي طبعا نمبر بي ديت هي فعلا الرمز ده رمز سليم اللي هو يعتبر، لانه بيسألني على probability A of this اللي هو احتمال this، احتمال الحياة، احتمال الوفاة. فاحتمال الوفاة برمز لها بالرمز Q، ولكن طبعا احتمال ايه الوفية، الوفاة بالنسبة لبيرسون his age is a 50 years old. فهنا طبعا الكيو هنا يعتبر non calculated symbol، فطبعا ده الإجابة سليمة لكن ما هوش الرمز، الرموز الحسابية. لكن لما أجي أدور على الرموز الحسابية هلاقي اللي هي نمبر دي، هي ده يعتبر الكوريكت أنسر، لأنه فعلا الكيو 50 هي عبارة عن ال 50 ماينس ال 51 أوفر ال 50، وده يعتبر ده هي دي يعتبر كالكليتد سيمبلز اللي هي الرموز الحسابية اللي أنا أقدر فعلا بطلعها من اللايف تيبلز على أساس اللي أنا أحسب اللي هي probability of this. بكده طبعا يعني عرفنا طبعا اللي احنا الرموز اللي هي الكالكليتد سيمبل والنون كالكليتد سيمبلز، الرموز الحسابية والرموز الغير حسابية. لكن لما يكون عندي التايم هو عبارة عن 1 year. قبل ما ادخل طبعا ازاي اعمل كونستراكت لايف تيبل ان ذا كيس اللي هو ذا تايم از مور ذان 1 year، لكن هاخد برضو مثال اخر اللي هو برضو ازاي يعني فكرة جديدة في الاكسرسايز عشان نلم بافكار ايه الشابتر اللي احنا ايه بنشرحه. فبقول لي هنا كوتشن نمبر 3، فبقول لي هنا the following table represents a life table which is ranges 90 and a 95 ages. يعني عاوز ان هو يقول لي the following table، الجدول التالي represents يمثل life table جدول حياة. هنا which جدول الحياة هنا اللي هو عبارة عن ال which دي عايدة على life table، which it اللي هو life table ranges اللي هو يعتبر ال range بتاعه أو ال ages بتاعته بتتراوح بين 90 years old and 95 years old. فبقى طبعا مديني اللي هو الجدول هو طبعا مديني هنا سيلز تعتبر empty cells. empty cells يعني ايه؟ يعتبر خلايا فاضية. طبعا فمديني الفيرست كولوم هو عبارة عن الايدج ورمزه طبعا بالرمز اكس، وطبعا اللايف تيبل ده اللي يعتبر part of المين لايف تيبل، جزء من جدول الحياة
الأساسي، فطبعا لأن يبدو حاجة أساسي بتيجي من زيرو، لكن هو أنا في النهاية عاوز بشوف الفكرة عشان نحسب الحسابات بتاعة اللايف إيه اللي هي تعتبر اللي هو الكولومز بتاعة اللايف تيبل. طبعا السكند إيه كولوم برضه طبعا، وده عبارة عن ال سب إكس، هو يعتبر سيمبل ل number of livings، عدد الإيه الأحياء. أما دي سب إكس هي تعتبر number of deaths، عدد الوفيات. أما ال كيو إكس هو probability of death، احتمال الوفاة. أما ال بي سب إكس هو probability of life، احتمال الحياة. والإي طبعا سب سكريبت إكس هو زي ما احنا قلنا قبل كده، عرفناه، عملنا اللي هو عملنا الديفينيشن أو الكونسبت بتاع إي سب سكريبت إكس، بنقول عليه incomplete expectation of life، يعني توقع الحياة الغير كامل. وعرفنا طبعا ازاي نعمل نحسب اللي هو الاي سب سب سكريبت اكس، اللي هو يعتبر incomplete expectation، incomplete expectation of life، اللي هو توقع الحياة الغير كامل. وعرفنا طبعا الرول بتاعنا، خدناه الرول بتاعتها خدناها قبل كده في المحاضرة اللي فاتت. فازاي طبعا حتى نوت هو مديني ده الجيفن، مديني جدول يعتبر incomplete تيبل، جدول غير كامل. طبعا في empty cells كتير، فبقول لي ان هو اللي هو requirements اللي هو يعتبر المطلوب. بقول لي هنا complete the previous table، complete the previous table يعني كمل الجدول السابق. طبعا ازاي طبعا لازم بقى تركزوا بقى معايا عشان نعرف ازاي لما نيجي نعمل نكمل لايف تيبل هنبتدي يا ترى باللي هو اللي هو السيلز اللي هي كورسبوندنس اللي هي الايدج 90، ولا انهي سيلز ابتدي بيها الاول. فطبعا ده يعتبر هو ده الفكرة، او هو ده بداية الحل، ابتدي منين. لان ممكن ابتدي بسيلز اصلا ما توصلنيش ان انا اقدر احسب اللي هو الفاليو بتاعت السيلز دي نفسها. فطبعا طبعا عشان اكمل طبعا اللي هو الامتي سيلز ديت بتاعت اللايف تيبل، طبعا اول حاجة طالما اي كيو اكس جيفن اقدر اجيب البي اكس بتاعتها. يعني لو طالما عندي هنا الكيو 92 خلاص، او الكيو 91 هي 50%، يبقى انا اقدر اجيب اللي هو البيو بي اللي هي 91، يبقى البي 91 ده ايكوال 1 ماينس الكيو 91، يعني ايكوال ال 1 ماينس كيو 91. الكيو 91 ايكوال هاف، يعني ايه 50%، يعني دي 0.5، يعني ايكوال 0.5، يعني ايكوال half او 50%. فالمفروض لو انا اكتب كده اهو اللي هو ال بي 91 قصاد ال بي 91، يعني عاوز معناها بي 91 معناها probability of life at age 91، يعني احتمال الحياة عند العمر 91، يديني هنا اللي هو half، او مكتوب 0.5. ذا سيم واي، بنفس الطريقة، طالما عندي الكيو 92 جيفن اقدر اجيب البي 92،
وبرضه بنفس الطريقة البي 92 equal 1 minus اللي هي الكيو 92 يعني equal 1 minus الكيو 92 يعني معناها probability A of death at age 92 هنا 0.687 يبقى 1-0.67 هيديني equal اللي هو الفاينل انسر عبارة عن 0.33 يبقى ديت يبقى ديت 0.33 يبقى اول خانتين يعني ايه اسهل حاجة يعني اللي انا احلها في الامتي سيلز في الفراغات اللي هي الخلايا الفاضية طالما اللي هي الحاجة السهلة طالما الكيو لو جيفن اقدر اجيب البي والبي لو جيفن اقدر اجيب الكيو لان السميشن البي اكس بلس الكيو اكس ايكوال 1 وده احنا قلناها ايه قبل كده في المحاضرة اللي فات. تاني حاجة اقدر اقول طالما عندي نهوت طالما عندي نهوت ال 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 الدي 33 جيفن عبارة عن 20 بلس البي الدي 93 ايكوال 20 يعني معناها الدي 93 ايكوال 20 الدي 93 معناها probability A اللي هو number of deaths عدد الوفيات at age 93 equal 20 people يبقى اقدر وهنا وانا عندي طالما هنا 20 وعندي اللي هي ال 94 طالما عندي ال 94 وعندي الدي 93 اقدر اجيب ال بتاعه 93 زي ما هنجيب كده دلوقتي يبقى انا هو اقدر اقول ان الدي عباره عن 93 ده عباره عن ايكوال 93 هي عباره عن ايكوال ده هيت 93 بلاش 93 نجيب اللي هي الاولانيه 92 ده هيت بلس يبقى انا عندي الدي الدي A 94 equal A equal L 95 minus L A 96 L 98 A 4 minus L 98 5 طيب 98 D 94 D 98 4 مش موجود لكن عندي L94 موجود و L95 موجود L95 موجود اقدر اجيب ال D94 يبقى ال D94 اهي ال D94 يبقى دي هتبقى equal ال L98 4 ال L94
بفايف ماينس ال ال 95 بزيرو يبقى دي ايكوال 5. يبقى ال دي 94 ال دي 94 بكام؟ ب 5 اهي. اقوم كاتب 5 في السيل الكورسبوندنس اللي هي ايه؟ الايدج 94. طيب طالما عندنا هو هنا اهو، اقدر اجيب برضو اللي هي السيل دهيت اللي هي ال ال كام؟ 93. ال ال 93 اقدر ايه اجيبها ازاي؟ انا عندي هنا الدي يعتبر الدي 93 جيفن، وعندي هنا هو ال 94، يبقى انا اقدر اجيب ايه ديت؟ ديت اقدر اجيبها كالاتي. شوف هجيبها كالاتي ازاي. بعد كده اقول ان الدي اهوت الدي 93 ديت ايكوال ال 93 ماينس ال 94. ال دي 93 ال دي 93 ب 20، يبقى ايه اعمل سبستيوتنج عن ال دي 93 ب 20 ايكوال ال ال 93. ال ال 93 ديت اللي انا عاوز اجيبها مش موجود، ماينس ال ال 94 ال ال 94 ب 5. يبقى دهيت عبارة عن ال 93 ايكوال 20 بلس 5 اديني 20 5. يبقى ال 93 طلع ب 25، اكتبها في السيل اللي ايه الكورسبوندنس ات ايدج 93. يبقى انا جبت هنا ال 93 25، وجبت الدي يعتبر 94 5. طيب طالما عندي اهوت عندي اهوت عندي هنا الدي 20 اللي هو الايه الدي اكس جيفن وال ال اكس جيفن، يعني عندي دي 93 ب 20 وعندي ال ال 93 ب 25. اقدر اجيب الكيو اكس. الكيو اكس اهيت الكيو اكس اهي الكيو اكس الكيو الكيو 93 ده ايكوال ايكوال عبارة عن الدي 93 over L 93 يبقى equal ال L D 93 D 93 B 20 وال L 93 ال L 93 ده انا عاوز اجيبه عاوز اجيبه. يبقى انا عندي ال ال 93 وعندي هنا ال كيو 93. ال ال 93 مش موجود وال كيو 93 مش موجود،
يبقى ما اقدرش احل المعادله في مجهولين، يبقى اذا ديت مش هتوصلني للال 90 تي. يبقى طالما مش هتوصلني للال 90 تي يبقى انا اعمل ايه؟ اقوم ايه حذفها. اقول تاني النقطه دي، اعيدها تاني، اعيد تاني النقطه دي. طالما انا عندي هنا ال 93 انا جبتها ب 25، وعندي ال D 93 اللي هي ب 20، يبقى انا لو قسمت ال D على ال يعني اقسم number of this over number of 11s هيديني ال Q at 93. يعني اقسم فعلا ان ال A ال 20 over 25 هيديني 0.8، يديني A 4 over 5 يعني يديني هوت O هوت O 0.8. ليه ال 0.8 اللي هي يديني هنا ال Q 93؟ ال Q 93 معناها ايه؟ probability of this at edge 93، اقسم ال D 93 over ال L 25 فيديني 0.8. طالما عندي 0.8 ده الكيو، الكيو at edge 93 عبارة عن 0.8، اقدر اجيب ال correspondence اللي هو ال B اللي هي probability of life اللي هي احتمال الحياة. انا اجيبه ازاي؟ طالما عندي الكيو given اقدر اجيب ال B by using اللي هو ال A probability كملت بروجيك ايه كومنت باي يوزنج بروجيك كومنت باي يوزنج كومبلمنت رول. فانا عندي هنا الكيو 0.8 اجيب الكورسبوندنس للايه للكيو اللي هي البي يديني هنا ايه 1 ماينس 0.8 يديني 0.2. يبقى انا فعلا جبت ايه الكيو والبي كورسبوندنس ايدج 93. اقدر برضو اجيب الكيو ات ايدج 94. ليه؟ لان عندي هنا اللي هو نمبر اوف 11 اللي هي 5 at edge 94 ده given، وانا جبت اصلا اللي هو D at edge 94 اللي هو 5. لما يكون number of 11s equal number of this يبقى اذا اقدر اجيب ال Q اللي هي probability of this احتمال الوفاة اقسم اللي هو number of this is over number of 11s 5 over 5 يديني ايه 1، هنا هو قوم كاتب 1. عشان اجيب ال B اللي هو ال correspondence اللي هي ال Q اقدر اجيب عن طريق اللي هي ال complement rule by using complement rule. ف 1 minus 1 هنا يديني ايه 0. بعد كده اقدر اجيب اللي هو ال A 98 واقدر اجيب ال D 92. ليه؟ لان ال Q بتاعت edge 92 given وال B 92 given. فطبعا اقول ان هو ان ال D يعتبر او الكيو ده هي اللي هي 92
اكوال الدي ماينس 2 اوفر ال 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 ماينس 2. طيب ال q 92 ده جيفن اللي هي ال o 28، وعندي ال d 92 a يعتبر unknown value، قيمة غير معروفة. اما ال l 92 برضو قيمة ايه؟ غير معروفة، لكن دهيت ممكن اكتبها بايه؟ بشكل اخر، بانذر فورم، بايه؟ بصيغة اخرى. اقول ال d 92 اللي هي في نومريتور اقدر اعملها عبارة عن difference between اللي هي ال 92 ماينس ال ال 93 اوفر ال 92. طبعا لما بص لديك ال Q 92 equal ال L 92 ناقص ال L 93 على ال L 92، هنا ال Q 92 معروف اللي هي ال Q 92 اللي هي 0.687، وال L 93 برضو يعتبر نون فاليو معروفة اللي هي 25. يبقى اذا عندي one equation one variable اللي هو ال 92، يبقى ديت يبقى ال Q 92 ال Q 92 اللي هي 0.687 وال O 0.67 equal. لما يشوف هنا النوميريتور عبارة عن الـ difference between two values، لما اقسم الـ L92 over L92 ده يديني 1 minus الـ L اللي هي 93 over الـ L92 ال 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 92 يبقى ديت يديني ان هو ان هو 0.67 equal 1 minus ال 93 ال ال 93 هي عبارة عن 25 over ال 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 92 دي اللي انا عاوز اجيبها ال ال 92. يبقى ده بالظبط ايه بالظبط ريزلت ذات تنتج ان اللي هو ال 1 ال 0.67 اجيبها في الرايت ايه سايد، واجيب ال وول فراكشن ده اللي هو 25 اوفر ال 92 في الليفت سايد. يبقى ده عباره لما اجيب ال 0.67 عند ال 1 يبقى كان هنا في الرايت سايد عباره عن 1 ماينس 0.67 يبقى عباره عن 25 over L 92 equal 1 minus 0.687 يديني ان هو 0.73. يبقى ده ينتج بالظبط ان هو ان ال A 92 ال L 92 equal ان هو هنا يديني 25 over 0.73
equal واعمل دي طبعا بالكالكوليتر اللي هي 25 over 0.83 هتطلع بالظبط هتساوي عبارة عن 75.75 ده يعتبر approximated. طبعا لازم يكون ال 92 لازم يكون positive integer number عشان لازم اقرب اللي هو الفاينل انسر. فلما اقربه لانتجر بوزيتيف انتجر نمبر يعتبر الفراكشن ده يعتبر مور ذان هاف، يديني بدل يبقى هنا ده يديني 1 بلس 75 يديني 78 يديني هنا 76. اذا اروح اوضع في السل بتاعت ال 92 هي عبارة عن 78 6 هو
L91 وطلعت 152، وعندي الكيو اللي هي 91 equal half. طبعا لو عملت multiplication ضربت اللي 152 times الكيو 91 اللي هي half، يديني هو number of pieces عدد الوفيات، ومضارب اللي هو 152 times اللي هو half، وانا هو يديني 76. وبعد كده اقدر اجيب ال L90، يعني اجيب number of heavens at age 90. اعمل ايه؟ لان انا عندي اللي هو ال D90 equal 80، وعندي ال L91 equal 152. اذا لو انا عملت summation جمعت اللي هو L91 plus D90 هيديني L90، فقام عامل اجمع summation 122 plus 80 يديني هنا 232. فعلا لو انا عملت summation اللي هي 152 بلس 80 هيديني هنا 232. يبقى كده فعلا جبت الكولومز بتاعت اللي هو الكولوم الاكس، وجبت الكولوم دي اكس. اقدر اجيب طبعا الكيو الكولوم بتاع كيو اكس، لسه فيه السيلز اللي يعتبر امت سيلز، في خلايا لسه ايه ناقصة. طبعا الكيو هنا اللي هو يعتبر probability of this، ايه احتمال الوفيات، واحتمال الوفيات اقسم اللي هي اللي هي number of this اللي هي 80 over ال L at age 90، يعني اقسم ال 80 over 32 واشوف النتيجة تطلع كام. طبعا تطلع اللي هو هوت تقريب approximated، خلاص يديني 0.34. طب لما انا عندي الكيو at age 90 اقدر اجيب ال P at age 90، اعمل ايه؟ اعمل اللي هو complement by using complement probability. يبقى ده لما اجيب ال complement بتاع 0.34 يدينا 0.66، يعني 66%. يبقى انا جبت الكولومز بتاعت ال QX، جبت الكولومز بتاعت ال BX، جبت الكولومز بتاعت ال LX، جبت الكولومز بتاعت DAX. يبقى ناقص في ال في ال في ال complement of life table اللي هو الكولوم بتاع ال incomplete expectation of life، يعني معناها عاوز اجيب اللي هو ال average of person's age، يعني متوسط عمر ايه الشخص at 90. فاعمل ايه؟ اجمع اللي هي اللي هو number of livings at age 91 plus number of livings at age 92 plus number of livings at age 93 plus number of livings at 98 at age 94 and the last age اللي هو عند 95 اللي هو 0، واقسمه على اللي هو number of livings at age 90. لما اعمل الكلام ده، يعني اجمع
مية اللي هي 152 plus 78 76 plus 25 plus 5 plus 0 وعملها divided by 272 فيطلع الـ final answer عبارة عن 1/11 من 100 يعني معناها المتوسط إيه اللي هو الـ average of persons age اللي هو 1.8 كذلك عشان أجيب اللي هو incomplete expected value at age 92 يبقى أجمع اللي هي number of levels at age 92 plus number of levels at age 93 plus number of levels at 98 age 94 واقسمها على 158 يعني مجمع اللي هي 76 ب 76 plus 25 يديني من هو يديني 101 بلس 5 يديني 106 واقسمها divided by over 158 واشوف الايه اللي هو الفاينل انسر هتطلع كام كام. طبعا بنفس الطريقة عشان اجيب ال expected ال complete expected value at age 92 يبقى اجمع اللي هي اللي هو 25 plus 5 واقسمها على 76 يديني فعلا 0.789 وعشان اجيب اللي هو incomplete expected value at age 93 هقسم اللي هو 5 على 28 هيديني 0.82 وعشان اجيب من هو incomplete expected value at age 94 هيديني هنا 0 over 5 يديني 0 وبكده يعتبر ان الجدول يعتبر ايه انا كملته لان طبعا الخلايا ديت ايه معناها داش معناها مفيش فيها اي ارقام ولا يمكن ايه حساب الارقام بتاعتها لان فعلا ان يعتبر at age 95 يعتبر number of levels at 95 equal 0 وبذلك مفيش اي ارقام اقدر احسبها للدي اكس او الكيو اكس او البي اكس او الاي اكس لكن انا عاوز افسر بعض هذه الارقام معناها لما اجيب اللي هو 1.11 ديت عبارة عن الافريج of person's age at 90 يعني معناها ان الشخص اللي عمره 90 سنة متوسط العمر بتاعه من 90 ل 95 سنة متوسط العمر بتاعه هيبقى هيزيد سنة 11 من 100 خلاص وهكذا ليه لان ديت متوسط عدد السنوات اللي بيعيشها الشخص اللي عمره 90 سنة متوسط عمر الشخص عند العمر 91 سنة هيبقى 69 ايه من 100 ايه طبعا يير وهكذا يبقى ديت متوسط اعمار الاشخاص عند ايه كل عمر وطبعا اللي هو اللايف تيبل ده يمثل اللي هو اللي هو اللاست بارت ايه اوف ايه لايف تيبل يعني الجزء الأخير من جدول إيه الحياة طبعا ده يعتبر يعني يعتبر إيه فكرة من أفكار اللي هي المسائل عشان برضو نعرف اللي هو اللايف تيبل ونعرف العلاقات اللي هي بين ال إكس اللي هي نمبر أوف ليفينز والدي إكس اللي هي نمبر أوف ليسس والكيو إكس اللي هي probability of death والبي اكس اللي هي probability of life الاي اكس اللي هي incomplete اللي هي incomplete يعتبر expected value اللي هو القيمة المتوقعة غير كاملة طبعا في حاجة اسمها incomplete اللي هو complete
completely expected. ده يعتبر قيمة متوفرة كاملة، وده هو عبارة بالمزج بالرمز AE الباور اللي عليه يعتبر اللي هو السمول سيركل ديت، وسب سكريبت AX ده عبارة عن الـ E سب سكريبت X بلس هاف، يعني معناها اللي هو الكمبليت اكسبكتد فاليو ات ايدج اكس ايكوال اللي هو انكمبليت اكسبكتد فاليو ات ايدج اكس بلس ايه هاف. يعني لو انا عاوز عندي كولوم كمان زايد في اللايف تيبل سميته اي اللي هي باور اللي هو السمول سيركل ديت ايه سب سكريبت اكس، ده كل قيمة من الـ E sub X اعمل لها addition او اعمل لها summation على الـ half هيديني الـ complete اللي expected value. كده يعتبر اللي احنا خلصنا life table بالنسبة before 1 year. لكن بعد كده هناخد بقى ازاي لما يجي نحسب العلاقات في حالة ان يكون التايم از مور ذان 1 year. طبعا دي في المحاضرة القادمة بإذن الله. طبعا الحاجات طبعا دي أمثلة محلولة، ياريت كل الطلبة تحل نفس المثال بحيث يتخبي الإجابات او تحل تشتغل تعمل ديليت للانسر لنفسها وتبدا تعمل سولف او تعمل كومبليت لللايف تيبل بحيث تعمل تريننج على وتاكد اللي هي الرولز بتاعه العلاقات اللي هو ريليشن شيب بتوين اللي هي اول فاريبلز اللي هي من اول ال ال اكس الدي اكس والكي اكس البي اكس والاي اكس، وطبعا الاي اكس وفي حاجه اللي هي كومبليت اكسبكت فاليو اللي احنا رمزنا لها بالرمز اللي هي اي باور سمول سيركل سب ايدج اكس. طبعا كده انتهت المحاضره، وباذن الله موفقين جميعا. ما تقلقوش من اي حاجه، ذاكروا المادة سهلة جدا وبسيطة، ولو في أي استفسارات ياريت تبعتولي على الجروب الجروبات بتاعتكم. أي استفسار عن أي واحد عاوز يستفسر عن أي حاجة يكتب بحيث إن أنا أجبه في بداية المحاضرة قبل ما أشرح المحاضرة اللي جاية. في الأول أجب على الاستفسارات بتاعتكم بحيث تبقوا أنتوا يعني فاهمين، أو نوصل لموضوع الفهم تكون فاهمين بدرجة عالية جدا. شكرا طبعا بالتوفيق جميعا، وإلى اللقاء في محاضرة قادمة بإذن الله. شكرا.